يسعدنا في ضيف المشاهد أن نستضيف شاعرة مغربية متألقة رشيدة فقري بعد حصولها على جائزة مهمة وثمينة من بلد موليير بباريس. حدثينا عن هذه الأجواء، أجواء هذه الجائزة التي منحت لك بفرنسا. السلام عليكم. أولا مساء الشعر مستمعينا الكرام وقراء الأعزاء. هي في الحقيقة ليست جائزة وإنما هو وسام تقدير تسلمته في اليونسكو على يد سفير السودان، وكان من تنظيم، وهذا اللقاء كان من تنظيم رابطة أدباء المهجر. إذن أستاذ رشيدة، أعمال الأخيرة ديالك حظيت بمتابعة جماهيرية وكذلك بمتابعات نقدية مهمة. لماذا، أين تجد رشيدة نفسها داخل هذه الدوامة بين النقد وبين الشعر والمتابعات؟ في الحقيقة أنا وجدت صدى طيبا جدا لكتاباتي في باريس. باريس بها قراء للغة العربية وللقصيدة الموزونة لا يخطرون على بال. وقد تمت استضافتي من طرف إذاعة الشرق في السنة الماضية وفي هذه السنة، وتم كذلك الاحتفاء بي من طرف لغيف ميديترانيان لصاحبتها فاطمة شبيبان، رئيستها فاطمة شبيبان. ومن خلال هذه اللقاءات وهذه الاستضافات أصبح لي جمهور كبير وعريض من خارج المغرب. أقول الشعراء، الناس المتتبعون، السوريون والعراقيون واللبنانيون والأردنيون المقيمون في باريس كانوا يحضرون تلك اللقاءات ويثمنون تلك القصائد، وهذا فخر لي وفخر للقصيدة المغربية. وهنا في المغرب الحمد لله، لأنني أشتغل في جامعة المبدعين المغاربة أمينة مال، وأشتغل رئيسة رابطة كاتبات المغرب فرع الدار البيضاء. هدفنا الأول وهمنا الأوحد هو نشر الثقافة ونشر الجودة ومحاربة الغثاثة والشعر الذي لا يمت للشعر بصلة. إذن هذا يحيلنا إلى سؤال أساسي، كيف تبلور عبر هذه السنوات الطوال والطويلة في الشغل في ميدان الإبداع والشعر و الكتابة بالنسبة لك؟ هو يا صديقي، أنا منذ كنت طفلة وأنا أعشق الشعر وأقرأه وأحفظه وأطالع الكتب، كنت جرد قراءة كما يسمونه، كنت جرد قراءة، حتى وإن عثرت على ورقة مرمية على الأرض علي أن أقرأ ما كتب فيها. وهذه كلها كانت تراكمات خلقت مني الشاعر التي ترى أمامك الآن. في الحقيقة كنت أكتب وأضع في الأدراج إلى أن أصبح لدينا العالم الرقمي، وهو فتح لنا أبواب على مصراعيها. ولو أن بالعالم الرقمي يختلط الحابل بالنابل، ولكن التاريخ عادل، وأكيد وحتما سوف يصفي وسوف يغربل وسوف يبقى الشاعر الحقيقي. الأستاذة رشيدة، يعني ما هي التيمات الكبرى التي تشتغلين عليها؟ ويعني إن ذكري متتبعي مشاهد القناة مشاهد تي في بدواوينك السابقة. كما تعلم يا أخي الكريم، دائما الشاعر يبتدئ بذاته. دائما عندما نبدأ كتاباتنا في بداية التجربة تجدنا نكتب عن أنفسنا، عن معاناتنا، عن عواطفنا، عن مشاعرنا، ولكن شيئا فشيئا والتجربة تختمر تجد الشاعر يخرج من ذاته لينظر إلى ما حوله. وهكذا فإن مجموعة الشعرية الأولى إكسير الروح كانت كلها قصائد، أو لا أقول قصائد لأنها كانت في النثر، كانت كلها نصوصا تحمل هم ذاتي، نصوصا تجدني فيها ملتحفة عباءة نزار قباني. ولكن
وتجربتي تختمر وأطالع وأحضر الملتقيات وأقرأ وأحاول تهذيب هذه التجربة وصقلها. أجد نفسي بدأت أن أكتب عن القومية العربية، أكتب خصوصا عن القومية العربية التي أعتبرها جرحا نازفا إلى أن يتحقق العدل وتعود لنا أرضنا السليبة ويستتب الأمن في المشرق العربي ونعود للسلام وللأمن الذي عهدناه قبل أن تتفجر هذه الثورات. كلمة أخيرة للجمهور المغربي وللجمهور العربي الذي يتابعك بشغف كبير. كلمتي الأخيرة وهي قصيدة عن القومية العربية أيضا أهديها لجمهوري الكريم ولكم ولكل الأحبة. لن أقرأ القصيدة كلها لأنها طويلة، ولكن فقط مطلعها بضع سطور. هي عنوانها شمسنا العربية. يا شمسنا العربية اتقدي، ما الصبح إن لم تولدي بيدي، ما نام حتى يصطفي قدم عبأته حمما على صفدي، ما صمته موت ولا صمم لكنها إغفاءة الأسد، لكنها إغفاءة الأسد، طعناته ما عدها دمه إن سال أبطل قيمة العدد. والقصيدة طويلة، يعني كان بودي أن أقرأها كاملة ولكن قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.